ارحبت يا ابن العليمي، ارحبت يا فخم. امانه الله انك فخم فخم، من اليوم افخمك اذا ما تظلي على بنفخمك لما نخليك اكبر فخم في العالم. رشاد العليمي الرئيس اليمن، رئيس المكتب السياسي والمكتب المجلس السياسي، المهم انه رئيس. ما دام وانت هكذا دوس ولا تبالي، واحنا معك كلنا. طبعا الرئيس فخامة الرئيس رشاد العليمي امر بايقاف كل المنح. بقد الخبر هذا وقع امس والامس، والحملة اللي وقعت، الدعس اللي وقع منكم يا شباب ومن الجميع، اتت اكلها وبدأوا قصقصوا الكل من شق وطرف، وبالذات ابناء المسلمين. والخبر الجديد اللي انه بدأ يتوسع استاذنا الفخم رشاد العليمي، يتوسع في ايقاف او ملاحقة المسؤولين حتى اللي موظفين ابنائهم في السلك الدبلوماسي، مش يقول الكلمة لانها كلمة لا تليق بكم ولا ابناء ولا باي واحد، السلك الدبلوماسي هذا. وامر بقطع رأس كل اولا امر بتحديد كل مسؤول معه ابن او بنت او زوجة او اخ او خال او عم شغال في السلك الدبلوماسي الوسخ هذا، سلك الخرع اللي فعلا قدو معبى، والله العظيم انه معبى بوظائف وهمية ووظائف لا لها علاقة كلها من ابناء وبنات المسؤولين والملحقين هذرا كلهم من شلة السلاكية. بدأ الآن يشتغل على الوجه الصحيح، بدأت الآن، لأنه إذا اندق السلك الخرى هذا وتصفى وتنظف، يعني زي 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 المجاري، شوفوا يعني القصيب حق البلاعة هذا السلك الدبلوماسي والله مثله، وعادوا أقسم بالله نعاده يعني ألعن منه. السلك الدبلوماسي بتحصل فيه أشياء، وبالذات يا فخامة الرئيس الرملي، ركز لي على الرملي، أما هذاك قد راح رفات صاحبنا اسمه هذاك عميد السرق، قد ما هو قد عملنا له لما وكشنا. بس ركز على السلك الدبلوماسي من اول شيء، من وزارة الخارجية بشكل عام، من عند الرملية الجوازات، وبعد دخول السفارات والقنصليات والنهب اللي لا يحصل فيهن، والختومات اللي لا تنباع يعني معمدة كذب، وال الدمغات اللي لا يجين من لبنان، وكل هذا ولا ابدا، ومنهن برضه المسؤولين اللي متواجدين هناك كلهم زيادات كذب في كذب، ويعني كل واحد ملحق ابنه ولا بنته ولا خالته ولا قلبوها مطبخ، ما عاد شيء سفارات. احنا معك وان شاء الله ان الفضائح تنزل. طبعا الفضائح لا تجي من الناس المخلصين اللي عاد فيهم ذرة من الوطنية ولا يدوروا انهم يعني يفيدوا هذا الوطن بأي شيء، او قد بيجي مقاضاة اغراض. المهم مهما كانت نواياهم دي بيفضحوا اي واحد. يا اليكم يا باقي المحترمين اللي معناه في السلك الدبلوماسي هذا، حتى لو هو الشيء تودف بصاحبك وانت مش ما هو شيء همك انك لمصلحة الوطن، ولو رسل اي معلومات واحنا لك وجهين انه ما يخرج اسمك لا من قريب ولا من بعيد. ارسلوا لنا معلومات وفضائح من كل واحد يدق الثاني، لا انتبهوا تقصروا يعني كل واحد في الثاني، عيب ان احنا ندي واحد منكم والله ما يخرج اسم واحد. انا من عندي انا اتكفل انه ما ارسلوا وكل واحد يبدا يخرج حق هالفضائح، وما علينا احنا بعدها الا بتوجيهها الى عبر الاعلام عبر اصوات الرجال هنا، نوجهها الى فخامة الرئيس العليمي، وهو بعدها يقوم بالقصقصة والنتاف. بحبتي لكم يا شباب، اوصلوا رسالتنا الى فخامته، واللي يعرف احد ولا تواصلوا كل واحد، خلونا ندقهم لا يبقى منهم من يشب النار.